عايز اعلق على الجزئيه دي يا جماعه. لابا كوجو لاعب فريق نهضه بركان المغربي، لعيب في الحقيقه مميز جدا جدا، لعيب قوي 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 وهداف وكل حاجه. الكام يوم اللي فاتوا خلاص يعني هو شبه بشكل رسمي انضم لنادي العين الاماراتي. البعض زعل، ليه يا جماعه لعيب في جي والاهلي ليه ما جابوش، والاهلي ليه ما خلص في اللعيب ده؟ خليني اقول لكم ان اللاعب كان عنده رغبه كبيره جدا انه ينضم للنادي الاهلي، وكان منتظر النادي الاهلي لحد اللحظات الاخيره. لكن وحط تحت لكن دي 100 خط، 100 خط. النادي الاهلي طالما ما تعاقدش مع لاعب متاح زي لابا كوجو، يبقى النادي الاهلي حاطط هدف معين قدامه وشبه حسم التعاقد مع هذا الهدف لانضمامه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. اكيد هيكون هدف افضل من لابا كوجو. لابا كوجو لعيب كويس جدا، لكن ممكن ما يكونش ده اللعيب اللي بيدور عليه الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مستر لاسارتي. لكن اطمنوا، النادي الاهلي هيجيب صفقات كويسه جدا الموسم الجديد بالتحديد. وبتكلم معاكم بصراحه، وانا بحب اتكلم دايما بصراحه، بعد الموسم اللي فات ده اللي هو لسه ما خلصش برده، ماشي، بعد الموسم اللي لسه ما خلصش ده، النادي الاهلي مر بامور صعبه جدا جدا جدا، سواء امور على ارض الملعب او خارج الملعب. فأكيد النادي الاهلي اتعلم من الجزئيه دي بالتحديد، واكيد النادي الاهلي هيكون مركز قوي 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 في اللعيبه اللي هيتم انتدابهم للانضمام للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. هتشوف كواليتي ايه، مش بي ولا سي. طبعا هيبقى عندك خيارات او عندك بدائل، هتحط لعيب ده هدف اساسي بالنسبه لك، واللاعب التاني ده هدف تاني وتالت، وكلهم هيكونوا على مستوى عالي. لكن اطمن، الاهلي مش هيتعاقد غير مع لاعبين كواليتي ايه اللي هم يضيفوا للفريق ويكونوا اضافه للاعبين المتواجدين اللي هيستمروا مع النادي الاهلي ان شاء الله خلال الموسم المقبل.